وهذا ينشأ منه، ينشأ من الكتابة الإملائية، ينشأ من خلل في العقيدة. مثلا كلمة إن شاء الله يفترض كلمة إن وحدها، إن شاء الله وحدها، بعضهم يصلها إن شاء الله فيربط إن بشاء الله. هنا هو لا يقصد، لكن من حيث النطق إن شاء الله يعني كأن الله منشأ، والله هو الخالق. كذلك اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد، صلي فعل أمر، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، فلا يصح أن تقول صلي بوجود الياء. لما؟ لأنك لو قلت صلي هنا هو فعل أمر للمخاطبة، فعل أمر للمخاطبة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. وذلك بعضهم من قلة العلم هو يقول طيب يا شيخ الآن موجود في الكتب صلى الله على محمد، هنا صلى الله على محمد هذا خبر، فلتوضع الألف المقصورة، لكن في حال الدعاء صلي، يعني اللام تحتها كسرة، علامة على الحرف المحذوف المناسب لها. ما الذي يناسب الكسرة؟ الياء. وعلى هذا فقس من هذه الأخطاء الإملائية.